مساء الخير. من أول سطر يتجدد معنا دائما بضيف مميز. ضيفنا اليوم مميز جدا، جاءنا من قلعة من قلاع سوريا، قلعة مصياف الشامخة الأثري التاريخي. جاء وسط الضباب، جاء بين الغيوم، وجاءنا إلى اللاذقية في هذا الظرف، في هذا الطقس الصعب. خلونا سوا نتابع الفيلم عن ضيفنا وبعدها نبدأ حوارنا ومن أول السطر. الدكتور علي مخلوف ولد في قرية البستان التابعة لبلدة مصياف عام 1965، درس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدرسة القرية. في عام 1983 التحق بجامعة البعث حما حاليا كلية طب الأسنان، وتخرج منها عام 1988. بدأ العمل المهني بعيادة بسيطة ومتواضعة في قريته البستان. انتقل بعدها إلى بلدة مصياف حيث أسس مركزاً لطب الأسنان يحوي جميع الاختصاصات الخاصة بالأسنان. للدكتور مخلوف عدة مساهمات فكرية وثقافية حول المشروع الوطني السوري على شكل محاضرات وندوات ثقافية في المركز الثقافي في مصياف ودار الثقافة في حما. علاقته بالثقافة والفكر جاءت كاهتمامات شخصية خارجة عن اختصاصه، ربما كونه من بلدة مصياف التي تحوي حضارة ما زالت آثارها شاهدة عليها حتى اليوم. الدكتور علي اليوم يترجم لنا عناوين كتبها: سوريا تحتاج إلى إعادة البناء قبل إعادة الإعمار، أزماتنا بنيوية وحلولها لا يمكن أن تكون إلا بنيوية. الديمقراطية خارج منظومة الوعي السياسي هي إنتاج للاستبداد من جديد. وربما أكثر العناوين الملحة اليوم هو أن محاربة الفساد تبدأ بالاعتراف بالإفساد قبل الفساد. اهلا وسهلا دكتور علي. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. احكي لنا عن رحلتك هي بين الغيوم اللي حكيناها بالمقدمه. اول شيء شكرا جزيلا على الفرصه الجميله. الحقيقه من مصياف لهون كان ضباب كثيف وصعوبه وامطار، بس سبحان الله وصلنا على الاستراد. من اول استراد لاتقية كانت شمس وكأنه جو آخر، 180 درجة. إيه حلو. هو على فكرة الصبح ما كان هيك، بس يبجوز على جيدكم على حظكم أشرقت الشمس. استقبال في لكم يعني. تسلم يا رب. هلا عادة نشوف نحن صغار كنا نشوف الجبل والغيم نازل تحت الجبل، نستغرب إنه كيف هذا. طبعاً وما كنا نستوعب إنه شو القضية. بعد ما كبرنا وصرنا أحياناً نحتاج نطلع بين الجبال ونشوف الغيم، هذا عبارة عن ضباب، عن بخار ماء متكثف. بالضبط. بس بيحجب الرؤية ومتعب شوي. متعب جدا، خاصة الضباب الكثيف منطقة قدموس تحديدا يعني. قيادة السيارة مزعج جدا، في خطورة. بس ما بتعادل الخطورة. اللقاء انه نجي ونلتقي فيكو، فمستعدين نحن السنة يعني ما بتعادل الخطورة اللي واجهها قدموس يوم راح يبحث عن اخته أكيد. طيب بدنا نحكي عن البستان، قريتك الجميلة اللي هي شفناها خلال الفيلم، هي القرية اللي نشأت منها. نحكي شوي عنها. البستان هي احد قرى مدينة مصياف، تبعد حوالي 4 كيلومتر عن مدينة مصياف. البستان من القرى الجميلة جدا في سوريا، إن لم أقل أنها من أجمل القرى.
كانت تمتاز بجبال مليئة بالأشجار الصنوبر الحراجي، لكن للأسف أثناء الحرب اللئيمة على سوريا تمكن الكثير من الفاسدين في هذا البلد من حرق هذا الصنوبر تقريبا كاملا، فكانت ميزة الجمال اللي كانت بالبستان للأسف يعني فقدت الكثير من جمالها كثير للأسف. على الشجر للأسف فقدت الكثير من جمالها. هلا انتو كقرية نسبة التعليم فيها كويسة، كانت في مدرسة قديمة كأني مثل ما شفت كثير، كان مدرسة قديمة طبعا، قديمة حاليا غير موجودة، تحدثت يعني. وصار في ثانوي اعدادي ابتدائي، المدرسة كبيرة نوعا ما والقرية كبيرة والقرى المجاورة كلها قرى موصولة ببعضها يعني. البستان فيها نسبة تعليم عالية، فيها نسبة أطباء، نسبة مهندسين. أنا عرفت من حضرتك أنه أخواتك أكثر من حدا منهم طبيب وحدا دكتور. أخواتي طبيب نسائي معه اختصاص نسائي وعنده مركز معالجة عقم، دكتور أحمد أخي الثاني طبيب عصبي وداخلي، عندي أخ تعويضات أسنان، أخي الصغير حسن ما شاء الله. دكتوراه من فرنسا بنظرية النسبية والثقوب السوداء. حلو حلو. أعتقد أنه اختصاص واحد في سوريا حتى يعني. طبعا طبعا. البنات اختصاص فيزياء فلك وحيد استضفناه نحن بالبرنامج. هو اختصاص الثقوب السوداء. الثقوب السوداء ما استضفناه، بس إن شاء الله مستقبلا إذا كتب لنا أنك نستضيفهم. حتى البنات يعني الكبيرة الأختي كانت طبعا حالة متقاعدة مديرة مدرسة، وفي أختي الثانية مراقبة فنية، وأختي الصغيرة وأختي الثالثة شاعرة، وبزمانها بتصور صار في لقاء هون كمان ما شاء الله. وأختي الصغيرة موجهة لغة فرنسية مع ماجستير أدب فرنسي ما شاء الله. هلا عائلة حلوة الكبيرة ما شاء الله، عدد كبير وكله مثقف كله متعلم. كان فوق رأسكم أكيد أب كان صارم يحب العلم، شو مواصفاته كان؟ الله يرحمه طبعا. هو الله يرحمه. احنا شفنا صورته بالعيادة. شكرا لك شكرا. الوالد والوالدة الحقيقة يعني التأثير الحقيقي بحياتنا هو الوالد والوالدة. الوالد كان نجار باطون. نجار باطون. لكنه كان يحب العلم بشكل غير عادي، وكان يعتبر أن العلم هو الأساس في كل شيء، ويعتبر أن العلم هو أساس التطور وهو أساس الحضارة. كان ظروفه يبدو ما سمحت له يتعلم، لذلك كان عنده هوس وهاجس حقيقي أن يتعلم. مو نتعلم ابتدائي واعدادي وثانوي، لا، عنده هاجس انه نتعلم دراسات عليا، عنده هاجس نكون مخترعين وعلماء، عنده هاجس انه التميز الابداع تماما تماما. لذلك كان دائما مقولات العلم مقولات هي دائما ثابته عنده. موضوع العقل، ان الله اعطانا العقل إذا لم ينقص عنا شيئا. كان يحب أبو العلاء المعري معناها. أبو العلاء المعري كان. لا لأنه بيقول ما مسيء العقل أبو العلاء. تماما تماما. على مع أنه الوالد طبعا لا دخل مدرسة ولا شيء. ما دخل. مواليد 26. نجار باطون. يعني بالرغم من كل هذا كان يحمل ذكاء شديد جدا. كان متحدث، كان مفوه. كان يحفظ القرآن، يحفظ نهج البلاغة. لكنه كان بعيد كل البعد عن كل شيء اسمه تعصب ديني، كل البعد واضح من تربيته، كل البعد. كان هاجس إنساني بامتياز، لذلك نحن وقت طلعنا على الجامعات كانت هاي الأشياء اللي انزرعت فينا هذا الانفتاح على كل الناس، الثقافة السورية الأصلية، ما عندنا أي حواجز مع الناس، كان في هاجس إنساني. في أبيات من الشعر دائما كان يردد لنا إياها تحفظها؟ دائما تحفظها. في احد الابيات كان كاتبه بخط ايده باصبع وهذا البيت يعني بخط ايده، تخيل خط ايد شخص بحياته ما دخل مدرسه يعني بطريقه. العلم يرفع بيوت لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. هذا فقنا فقنا على البيت مكتوب على الجدار. حلو. فقنا على شيء اسمه صار قلبي في كل صورة مرعا لغزلان وديرا لرهباني، أديني بدين الحب
أن اتجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. حلو. هذه من الأبيات اللي كان دائما يردد لنا إياها الوالد. زين محب أبوك للعلم، أنت طلعت بتحب العلم، الأسرة كلها بتحب العلم، كلها كلها. الأسرة بتحب. بس هلا أنت أخذت الثانوية؟ ثانوي في الضيعة، بس بعدين رحت. نحن أول دفعة إعدادي وأول دفعة ثانوي كنا. أيوة. وهي من يعني كنا بفترة. تفضل. بس قبل إنه أنت كان هواياتك شو كانت بالمرحلة الثانوية؟ شو كان عندك هوايات؟ صراحة نحن كنا بفترة ما في هالآفاق، نحن كنا بضيعة. قبل شو ضيعة؟ 4 كيلومتر عن مصيف عن مدينة قريبة. ما كان في حتى المواصلات كانت قليلة. ما في كهرباء. نحن الكهرباء اجت بنهاية السبعينات، يعني انا كنت صف ثامن او تاسع. ليه كيف درست الطب لكان؟ ليش اخترت الطب؟ نحن دخلنا بالمدرسة بشكل طبيعي. هاجس مثل ما حكينا انه هاجس التعليم موجود وقوي جدا. ليش مهندسة مثلا؟ ليش مو ادب؟ ليش ما تاريخ؟ هذا يبدو فيه عقدي، يبدو عقدة مجتمع، يعني انه الطبيب دائما له الاولوية، دائما الذكي هو بيروح الطبيب، الشاطر بيروح على الطب. وهي من الثغرات على فكرة بالبيئة، بيئة المجتمع عنا انه تكون الطبيب. انا بشوف، انا بتابعك على مواقع التواصل الاجتماعي، بتكتب تاريخ العلم، كنت مقدم مشروع وطني كمان لنهضة سوريا، حكي بزمانك عن اعادة بناء البناء بشكل عام، بناء الانسان، تحكي كتير قضايا بعيدة عن الطب. يعني ما شفتك ماسك عم تحط السن وتشرح واللبي والتسوس ما عمري ولا شفت. فشهد إمامك أدبي علمي ثقافي أكثر، فهذا بيتجه أنه يمكن لو أنت موجود ببلدان بلد مرتاح بجوز وما بينظر للطبيب هو بس هاي، كنت بجوز أنت هلأ شفناك باحث بمجال التاريخ، بجوز بمجال الأدب، بمجال ما بعرف. يعني هو للأمانة والموضوعية، أول شيء ضمن اختصاصي في عندي مركز طب أسنان، وأنا أعتبر نفسي مبرز ومميز فيه، مو مدحن بنفسي بس بعرف نفسي، بعرف موقعي العلمي بالمهنة. وهذا الشيء مهما كان اهتمامي بتاريخ العلم أو بالتاريخ أو بالفلسفة أو إلى آخره، الأولوية كانت على اختصاصي أني أتقنه إتقان جيد، لذلك كنت مبرز فيه تماما يعني وما زلت. لكن هذا لا يلغي أن يكون هناك آفاق أخرى للشخص، للإنسان، لأي إنسان. موضوع أن تأخذني المهنة خلاص أصبحت مهنة، هذه مهنة أكرر نفسي أصلا أكرر نفسي فيها يوميا. لكن تاريخ العلم أو الفلسفة أو التاريخ أو الثقافة أو كل العلوم أو فلسفة العلوم أنا عاشق لها بشكل غير عادي، وأشعر أنه هذه فلسفة العلوم أو تاريخ العلوم أو كل مجالات العلوم أشعر أنها تعطيني رصيد آخر حتى في اختصاصي في طب الأسنان، تعطيني عمق آخر وقوة أخرى. طبعاً للتأكيد بس يحكي أنه الدكتور علي للأخوة المشاهدين هو مبرز في اختصاصه وله أبحاث وله إنجازات بطب الأسنان يمكن ما سبق عليها أحد. بالزبط. بس هذا لا ينفي نحن شو نحكي دائماً، وبيذكرنا بالفلاسفة والعلماء القديمين اللي كانوا شاملين. دافينشي اللي هو عالم الرياضيات وفيزياء وله نظريات بعلم الحركة وبعلم الميكانيك، يمكن هو أجمل من رسم. بالزبط. ورسم الجوكندا. بالزبط. عمر الخيام كان عالم رياضيات وله شعر جميل جدا، وأنه بتغني أم كلثوم يعني. وكثير ناس نذكر حتى الفلاسفة القديمين كانوا شاملين، يعرفوا بالطب ويعرفوا بالفلسفة، وهذا شمولي، وهذا ميزي. أنا ما أتفكر أبدا، ما أحاول، هاي ميزي وليست عيبا أن يهتم إنسان بكل المجالات المفيدة في الحياة. حقيقة تاريخيا كل العلماء، العلماء المبرزين والذين كانوا بصمة في التاريخ كانوا باختصاصات متعددة، وكانوا بصمي بكل الاختصاصات التي إن كان بالفلك، إن كان في الطب، إن كان في الرياضيات، كانوا مبرزين ولهم نظريات. طبعا. هذا يؤكد إنه الدماغ البشري وقدرة الإنسان وقدرة العقل الموجودة عنده هي قدرة غير محدودة. إذا أنا مكنت إني حرض هذه القدرات تحريض إيجابي أنا قادر أنجز. نقطة ثانية، إذا قدرت إني أنا نظم وقتي، كثير من الأصدقاء بيسأل يا أخي أنت كيف عندك وقت تكتب هذا وأنت مالك مطلع من العيادة كده؟ هنا عملية تنظيم الوقت، تنظيم الوقت شغلة مهمة جدا. عيادة خلصت، خلص أنا في عندي ساعات معينة، ساعات من القراءة، ساعات من المطالعة، ساعات من متابعة الفيس، ساعات
هذا التنظيم هو أحد عوامل النجاح الحقيقية. هلا بدنا نحكي عن تاريخ العلوم اللي أنت كاتب فيه، عم تكتب فيه، وهو من سياق الحديث تبعنا، بس أنت عم تنظم وقتك بشكل هائل. بس قلت لي إنك كمان لك علاقة بالعتابة وبتحب العتابة وبتحب شغلات طبعا. فشو أطرف بيت عتابة أو هيك بيت؟ هلا أنا بدك تعزمني فيها. هلا العتابة علاقتنا فيها من خلال الوالد. أيوه. الوالد قوال عتابة. حلو. الوالد يحب، كان الحياة جدا، يحب الفرح، وعلمنا انه الفرح هو الوجه الطبيعي للحياة للإنسانية. طبعا. فالفرح شيء حلو جدا، بس العتابة تحديدا إلى علاقة بذاكرتنا في بيتنا. يعني في شيء بيت عتابة كان يقوله الوالد؟ انا بدك تعذرني بالله. طيب نرجع اذا لتاريخ العلم، بدنا نحكي تاريخ العلم، هذا كثير محور مهم. نحن بنعرف انه السوريين، او حسب دراستنا نحن كأبناء المنطقة، هاي المنطقة السورية بلاد الشام بالأحرى، هي مع بلاد النيل، يعني وادي النيل، مع بلاد الرافدين اللي هي كان من أقدم الحضارات يمكن المجدد بالتاريخ. ونحن أصحاب الأبجدية الأولى، أصحاب مين أول من زرع قمح، أول من صنع دولاب، أول من صنع سفر وغزا فيه العالم. إذن هون كان في لا شك، طالما أننا أصحاب هالاختراعات هاي كان عندنا علماء مبرزين. بتذكر بديك المرحلة، أنت بدأت بتاريخ العلم من هذيك المرحلة، مين أنت؟ أعطينا المحطات العلمية اللي كانت هامة في بلادنا. هلا أنا موضوع تاريخ العلم تحديدا، الحافز والمحرض الأساسي هو جلساتنا أنا وأخواتي. نحن جلساتنا دائما علمية، بمعنى دائما بالجلسات هناك أحاديث، خاصة بوجود أخي اللي إجا من الدكتور حسن، موضوع أسماء العلمية وقصص حياتهم والقصص التي ورافقت الإنجازات العلمية، هذه كثير مهمة. هي مهمة ومسلية يعني. فهذا الشيء هو اللي حرضني أني أنا أخذ تاريخ العلم ليس بشكل انتقائي، بدي أخذه بشكل منهجي. فدخلت بتاريخ العلم من فجر أول تدوين. رجعنا أول تدوين، طبعا بنلاقي أنه حضارة ما بين النهرين أو بلاد الرافدين هي أقدم تدوين، اللي هو إجا على الدولة السومرية تقريبا 4000 سنة قبل الميلاد. السومريين، الأكاديين، البابلية الأولى، البابلية الثانية، آشوري، هذا التسلسل، هذه الحضارات كانت تقريبا هي متماهية بحضارة واحدة أو أصل واحد هو السومري. طبعا ما قبل السومري حتى الآن هناك إشارات استفهام حوله كثيرة. السومريين 4000 قبل الميلاد، الرقم الطيني التي اكتشفت عن السومريين مذهلة جدا، وتظهر أن هناك كان علوم قبل السومريين لكنها حلقة مفقودة بعتقد. موضوع الدولاب، اختراع الدولاب عند السومريين، موضوع التقويم القمري عند السومريين، موضوع النظام الستيني اللي هو اعتبار كل 60 وحدة على نموذج الساعة، 60 دقيقة، 30 ثانية، 60، هذا اسمه النظام الستيني. الرقم بيّنت عند السومريين ولاحق عند طبعا البابليين. هناك سجلات حرفية، سجلات أرشيف كما نشاهد الآن في المكتبات العالمية، أرشيف للرياضيات، أرشيف للفلك، أرشيف عبارة عن مخطوطات أو عفوا رقم طيني. بالمرحلة البابلية كانت أقوى وأكثر عمقا، السبب أنه الإمبراطورية البابلية توسعت وأخذ اجتاحت منطقة بلاد الشام كاملة وصلت إلى مصر. في هذا المكان يمكن أن نذكر شيء مهم جدا، وهو بعام 2013 أقيم في نيويورك مؤتمر علمي في جامعة، إحدى جامعات نيويورك، تحت عنوان ما بعد أو ما قبل فيثاغورس، علوم الشرق القديم، ما قبل فيثاغورس، علوم الشرق القديم بعام 2013. ما هي المناسبة؟ المناسبة اكتشاف رقم طيني بالآلاف في العراق. كان من هذه الرقم 900 رقم طيني فقط في الرياضيات، واكتشف أن نظرية فيثاغورس التي موجودة
قبل فيثاغورس ب 100 عام. معروف نظرية فيثاغورس عند طلابنا، معروف فيثاغورس انه مربع الوتا في المثلث القائم يساوي مجموع مربعي ضلعي القائمين. وهذه الرقم لم يكتشف منها حتى لم يقرأ إلا الشيء القليل جدا، وبقي أحد العلماء النمساويين 20 عام هو تلامسته حتى تمكن من فك بعضه. إذا نحن على موعد قادم بفك رقم كثيرة جدا، وبدها تعطينا معطيات غير متوقعة أصلا. فيما بعد عندما تجاوزنا وعندما درست فيثاغورس، فيثاغورس أمضى 20 عاما، اكتشفنا أنه فيثاغورس أمضى قبل نظريته، قبل ما يطرح أي شيء فيثاغورس، أمضى 20 عام بين مصر وبلاد طبعا منطقة الحضارة الفينيقية وحضارة ما بين النهرين. هلا بعد اللي نخلص موضوع التاريخ العلم، حضارة ما بين النهرين، في عندنا الحضارة وادي النيل اللي هي الفراعنة، أقدم برديات. طبعا هون عندنا الرقم طيني، هون عندنا برديات إلى علاقة هذا الشيء بالبيئة. أقدم برديات كانت 3150 قبل الميلاد. طبعا الحضارة الفرعونية حضارة مذهلة جدا، حتى الآن هناك أشياء من الحضارة الفرعونية حتى هذه اللحظة نستخدمها، مثلا التقسيم 24 ساعة فرعوني، تقسيم النظام العشري، طبعا الفراعنة استخدموا النظام الستيني والنظام العشري، التقسيم طبعا معروف في الحضارة الفرعونية التحنيط الأهرامات كلها بتدلك على أنت عندك حضارة عميقة جدا عميقة. وفي مكان ما تشعر أن هناك قطع تاريخي ما، قطع معرفي، قطع معلوماتي ما قبل هذه الحضارة، لا تعرف من أين أتت، يعني في شيء جاء بلحظة معينة لأنه كان في تدوين لذلك ما التقى. بعد نأخذ الحضارة المصرية، عندك الحضارة الفينيقية واللي نحن هلأ قاعدين بأوغاريت، يعني جزء من الحضارة الفينيقية واللي اكتشف فيها أكمل، يعني بتصور الاصطلاح الأدق بموضوع الأبجدية، هي أكمل أبجدية كانت في التاريخ، ما زالت أكمل أبجدية. أما كان في أبجديات لكنها كانت صوتية، أبجديات صور وصوت، صوتية وصوري، بينما هنا في أوغاريت ربما تكون الأكمل، أول أبجدية مكتملة، مكتمل بالحروف بالضبط، بالحروف بال 1400 قبل الميلاد. هذا الكلام نأتي إلى حضارة الفينيقية، مجرد قلنا حضارة الفينيقية، إذا أنت عندك شريط ساحلي، إذا عندك بحر، إذا عندك اهتمام بالبحر، إذا عندك اهتمام بالسفينة، عندك بصناعة السفينة، عندك بالاستكشافات بالجغرافيا، يحسب للفينيقيين من خلال ما رحلاتهم البحرية ربما يكونوا أول من أسس شيء اسمه العولمي، أخذوا من ثقافة المنطقة وأتوا من ثقافة المناطق التي كانوا يذهبون إليها، وذهبوا وارتحلوا وأسسوا منطقة أخرى على الشاطئ الغربي، في على الشاطئ الشمالي في إفريقيا، في منطقة تونس، تونس إيه قرطاج. هذه كانت امتداد للفينيقيين. بعد الفينيقيين ندخل بالتاريخ العلم بمرحلة اليونانية ما يسمى الهلينية، ما قبل الهلينستية. دخلنا مرحلة الهلينية، إذا نحن دخلنا في منطقة الآن مهم جدا هذا الكلام. هناك نظرية في أوروبا اسمها النظرية الأوروبية المركزية أو المركزية الأوروبية، التي تقول أن كل العلوم امتدت إلى الآخر من أوروبا، وبالتالي هي نظرية اسمها النظرية المركزية الأوروبية. بس غلط هي النظرية، لأن ديورانت نفسه بتاريخ الحضارة طبعا مدون أنه الحضارة اليونانية هي كانت وسيطة بين الحضارة الشرقية اللي هي حضارتنا مع الغربية. جورج سارتون هو من أبرز من كتب بتاريخ العلم، يكتب كلام صريح وواضح، لا يوجد شيء بدون بداية، بداية البدايات هي الأهم، البدايات هي الأهم. ومن الظلم أن نقول أن البداية بدأت في أوروبا وننكر من أين كانت البدايات. البدايات كانت من هنا، من الحضارة، حضارة ما بين النهرين، حضارة الفرعونية وحضارة السورية. الحضارة الهلينية هنا نأتي إلى مرحلة انقسمت مدرستين في الحضارة الهلينية، هي المدرسة الأيونية ومدرسة الفيثاغوريسي.
المدرسة الأيونية كانت تعتبر مدرسة، طبعا أنا ما أحكي بمفاصل بدون تفاصيل، يعني هناك تفاصيل أنا بتاريخ العلم فصل كتير. المدرسة الأيونية اللي كان أبرز رموزها هو طاليس المالطي وديمقراطس، والمدرسة الفيثاغورية طبعا تعتبر هذه المدرسة المادية، أبرز رموز المدرسة الفيثاغورسية هي فيثاغورس ذاته. الذي ديمقراطس هو نفسه اللي أخذين من كلمة ديمقراطية، يمكن هو كلمة كلمة إيه بس لكن ديمقراطية هي كمصطلح مأخوذ، يعني أخذوه يعني بجوز هو له شي فكرة طرحت زمانه. ديمقراطس له علاقة بالجزيئات ونظرية الذرات، يعني شيء آخر مثلا. ممكن يكون ديمقراطس له علاقه لكن ديمقراطي كلفظ لاتيني حكم الشعب مثلا، هذا لفظ لاتيني، لفظ ديموقراطس انه حكم الشعب نفسه بنفسه، هذا بتصور مصطلح ترجمه حرفيه مو اكثر. ممكن يكون انا ما مشان ما اعطي لا انا اما هون انا لي الناحيه العلميه. ديمقراطس كان بالمدرسه الايونيه، ننتقل المدرسه الفيثاغوريه. مدرسه فيثاغوريه هي مدرسة سميت المدرسة المثالية وموقعها، وضروري نعرف هون شغلة، فيثاغورس أو اليونان ليست اليونان الحالية اللي نعرفه، الأناضول الحالية التركية هي اليونان، جنوب إيطاليا اليونان. اليونان كانت كل هذه المناطق. إيه إمبراطورية اليونانية كانت قبل أن تكون إمبراطورية لسه. يعني اسمها هاي اسمها بلاد الإغريق أو اليونان. بلاد الإغريقي. فيثاغورس كان موقعه مثلا يعني احنا كنا تابعين ضمنهم كمان؟ لا هذه المنطقة، لا هذه المنطقة حتى هذه اللحظة كنا فينيقيين. فينيقيين بعد القذف فيها بعد؟ لا في بعد توسعت ما بعد دخول الاسكندر ودخول منطقة سوريا، صارت صرنا بنصير بالمرحلة الهلستية. طيب هلا بالمرحلة الهلستية طبعا ضروري نذكر المرحلة الهلينية أو المرحلة الإغريقية، رموز الفلسفة اليونانية هو سقراط وأفلاطون وأرسطو. هلا ما قبل في عنا أسماء كان رموز لأنه موجود شيء مدونون التاريخ، قصدي كان في أكيد بس مدونون التاريخ طبعا. طاليس وديمقراطس كل هذول قبل. هلا نحن هون المرحلة اليونانية، اليونان كانت عبارة عن شيء اسمه الدولة المديني، سيتي ستيت، الدولة المدينة بمعنى كل مدينة كانت كأنها دولة، لها قانونها ولها مجلس شيوخها ولها انتخاباتها دولة لكنها مدينة. في يوم من الأيام وصلت الدولة المدينة في اليونان إلى 1000 دولة مدينة، إلى 1000، يعني أثينا دولة مدينة، سبارتا دولة مدينة، مقدونيا دولة مدينة، صقلية، صقلية الآن هي إيطالي، دولة مدينة يونانية. وبالتالي هاي الفترة هاي ظهرت هذه العلوم اليونانية في هذه الفترة، وظهرت الفلاسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو، حقيقة أن الرموز حقيقيين. بعد هذه الفترة يأتي مرحلة الإسكندر المقدوني. الإسكندر المقدوني دخل على سوريا ب 333 قبل الميلاد، دخلنا بشيء عصر ثاني اسمه العصر الهلنستي. الهلنستي هو تمازج الثقافة اليونانية مع الثقافة الشرقية. بعد دخول الإسكندر، طبعا الإسكندر توفى بشكل مبكر جدا، ما له ورثي، تم الصراع على الحكم بعد الإسكندر حوالي 40 سنة، كانت سوريا من نصيب سلوقس الأول، وكانت مصر من نصيب بطليموس الأول. هون دخلت سوريا مرحلة السلوقية. التاريخ العلمي بهذه المرحلة، بمرحلة اليونان، هنا دخلنا مرحلة ثانية باليونان. كان أبرز رموزة اللي مذكورين طبعا عندك إن كان أرخميدس مثلا، أبرز رموز المرحلة الهلنستية، أرخميدس الذي كان يعتبر يعني سابق عصره بكثير أرخميدس. طبعا وجدتها هذا تبع أرخميدس. طبعا كان أكثر من هيك بكثير طبعا. أرخميدس أرخميدس كان عالم بالفلك، كان عالم بالفيزياء، كان عالم بالرياضيات، كان عالم، وللأسف انتهى نهاية مأساوية أرخميدس. وضروري جدا الناس تعرف أنه أرخميدس كان في أحد المسائل قبل نهايته، كان أرخميدس من العناصر الأساسية اللي دافعت عن سرقسطة، اللي هي هو ضمن جزيرة اسمها سرقوسا أو سرقسطة، اللي دافع ضد الرومان
ويقال القصة المعروفة أنه وجه المرايا العاكسة وحرق سفن الرومان. طبعا هي قصة ممكن تكون صح وممكن تكون، لكنها موجودة القصة. أرخميدس هو اللي تمكن من صنع ما يسمى أنبوب أو تيوب، أن أرخميدس رفع الماء من الأسفل إلى الأعلى. أرخميدس هو أول من أبدع البكرات. أرخميدس اللي قال لو كنت أملك مكان استماد في هذا الكون لحركت الكرة الأرضية لرفعتها. أرخميدس، أرخميدس رفع سفينة بدها مئات الرجال تحركها، رفع أمام الأمير سرقوسا بطريق البكرات. أرخميدس كان نابغة حقيقي يا أرخميدس، لكن للأسف أرخميدس دخل عليه الجيش الروماني وقت اللي دخلوا على احتلوا سرقوسا. القائد الروماني كان يعرف قيمة أرخميدس، فطلب أرخميدس أن يأتوا بأرخميدس. للأسف الجنود اللي راحوا يحضروه لأرخميدس فاتوا عليه على البيت، لقوه منهمك بحل مسألة الرياضيات، فحكوه إنه القائد بده إياك، فدفشوا قالوا لا تشغل بالي دعك مني، ما فانفعل منه فطعنه، كان طعنة قاتلي لعالم فعلا، كان خسارة حقيقية كان حق. ويقال إنه القائد الروماني تألم كثير عليه وعمل له جنازة مهيبة لأرخميدس. دخيلك يعني هو تقدير له، تقدير له مزبوط. بعد المرحلة الهلنستية طبعا هون بيصير اجتياح الروماني. الاجتياح الروماني 140 بتصير اجتياح روما تحتل، هاي اللي كانت نهاية مقتل أرخميدس. في قصة كتير كمان كنت حابب أحكيها على أرخميدس، قصة وجدته يوريكا. يوريكا القصة ضروري أن تنسمع. أرخميدس الملك أعطى وزن ذهب معين لأحد الصاغة وطلب منه أن يصنع له تاج بهذا الذهب. صنع له تاج وعطاه إياه. الملك أو الأمير شك أنه هذا الصائغ غشه، حط شيء بقلب التاج، أعطى نفس الوزن لكنه أخذ شيء من الذهب غشه. كيف بده يكتشفه دون أن يخرب التاج؟ من الناس اللي انعطى ليحل هالمعضلة هاي أرخميدس. كان أرخميدس. كيف حله أرخميدس؟ بل فكر ليلا نهارا ليلا نهارا ليلا. هون بتصير عند العالم هاجس في لحظة شيء اسمه تكثيف، تكثيف عقلي وعلمي. فوقت اللي قاعد بمغطس الماء حمامات العامة حس حاله انه المي رفعيته. وقت اللي رفعيته انزاحت المي، انكبت من الوعاء اللي هو فيه من حوض السباحة، حوض الحمام. وهذه اللحظة طلع يصرخ يوريكا يوريكا، وجدتها وجدتها. اكتشف شيء اسمه الوزن النوعي للأجسام، وأنه الوزن طبعا راح عمل تجارب كثير، أنه الوزن النوعي للأجسام يحل من الماء بما يوازي وزنه، بما يوازي الحجم. عمل التجارب اكتشف أنه كل معدن من المعادن له وزن نوعي، وبالتالي المعدن اللي بينحط غير الذهب سوف يزيح ماء بمقدار أقل، لأنه الذهب كان أعلى وزن نوعي. وبهذه الطريقة تمكن يكشف أنه فعلاً الصائغ كان غشه، ويقال أنه طارت رقبته كمان. طيب هلا بدنا نعمل استراحة صغيرة ونشوف الاستطلاع، أن يعني أجري بشكل عشوائي بين الناس، وتم سؤال عن علماء الموجود بيعرفوا شو بيعرفوا العلماء العرب أو اكتشافاتهم أو مميزاتهم، لأنه نحن رح نحكي بعد شوي عنه. خلينا نشوف الاستطلاع وبعدين نتابع. أريسون، أفلاطون، ابن سينا، ابن النفيس، الخوارزمي، مثلا ابن سينا نفس أو شيء، ابن نفيس، أبو بكر الرازي، ابن سينا، ما عندي علم. أحمد زويل، ممكن في اللي تاريخيين قديمين أكثر كمان يعني قدموا لكل البشرية اكتشافات، في مثل ابن سينا،
في أبو بكر الرازي وابن خلدون والفارابة وابن سينا. والله ما عندي فكرة عن الموضوع. لا في عندك أدش لا ابن البيطار ابن الرشد ابن سينا ابن النفيس الجواري هذا ما بعرف شو والله ما بتذكر ابن النفيس وابن خلدون هذول يركبوا أدوية لحد الآن استاتنا ما نستخدمها يعني على القارمات الصيدلية بتشوفها مكتوب ابن خلدون لحد الآن موجودين يعني هذول كانوا يعني حطوا البداية للأدوية الطبيعية ما بعرف أديسون إينشتاين هاي اللي بعرفهم بس شو اكتشافاته؟ الكهرباء هدول عرب؟ اي عرب الخوارزمي بالرياضيات طبعا له اكتشافات مهمة أديسون اخترع اكتشف الجاذبية أفلاطون عالم بالرياضيات وهيك هل هو بعلم الطب ابن النفيس الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى هلا أبو بكر الرازي بالطبيب عيون وابن خلدون حكى بالفلسفة عن أجيال الدولة والله هدوك ماني متذكرتهم أخذتهم بس بالفلسفة يعني بصراحة تاريخ استطلاع في مفارقات هيك فيها بتدعو للابتسامة أكيد إيه شو رأيك بالاستطلاع وثقافة هالجيل يعني صراحة يعني محزن محزن يعني إنه أديسون عالم عربي وإنه أديسون يراقب جاذبية أو من هم العلماء يعني في مشكلة حقيقية يعني وهذه مشكلة أنا بلاحظها مو بس إنه معرفة العلماء من ناحية تاريخية أنا بحكم علاقتي اليومية بالناس بالعيادة دائما بسأل يعني أنا عندي حب السؤال الحقيقة بتوصل لنتيجة إنه أنت أمام جيل لا يملك إلا القليل جدا من الثقافة من النادر اسأل سؤال وحدا يجاوب وأسئلة بسيطة يعني مثل هذا السؤال إنه مين العلماء طبعا هون بس بدي ألفت انتباه إنه هذا ليس عرب يعني خلينا نقول علماء مسلمين في ظل الدولة العربية لا حتى مو دولة عربية اسم الدولة الإسلامية إسلامي. تاريخيا اسم الدولة الإسلامية لأن إذا بدي أقول علماء عرب نطلع بدون معنى علماء عرب يعني معظم بس الأسماء ما في ولا أحد طبعا لا في بس معظم الأسماء غير عربي معظمها يعني بدك تحكي الخوارزمي بدك تحكي الطوسي بدك تحكي البيروني بدك تحكي البتاني بدك هذا كله مو غير عرب اطلاقا غالبية فرس طبعا هذا لا يعني انه والله الدولة الاسلام لا الكندي مثلا عربي الكندي عربي فانت عندك اسماء عربية لكن ما بيجوز انا اسقطها كلها اقول علماء عرب هؤلاء كانوا في ضمن سياق الدول الإسلامية. أديسون ما هو عربي. مو عربي هذا خالص يعني. يعني إيه؟ لا نص مصيبة. طبعاً. خلط بين الإسلامي والعربي لأنه داخلت الأمور بعضها إيه؟ في الدول الإسلامية العباسية والأموية. بالضبط. والدول اللي إجت بعدها يعني اللي شجعت على العلم وعلى الترجمة أكيد فاتت الأمور بعضها ضمن دولة وحدة نحن بنسميها دولة عربية أو دولة إسلامية. بس أديسون ما دخل يا رجل ما له علاقة اخترع المصباح الكهربائي مو الجاذبية كمان دليل ولا الجاذبية ولا الجاذبية عم بقول الجاذبية لنيوتن يعني ما له علاقة في سبب طريقة إعطائنا بالدروس وطريقة التعليم في المدارس طريقة التعليم هذه الأسماء فيها مشكلة هالتفخيم الزائد بيجعلك في منطقة في مكان ما تكتشف إنه التفخيم يا أخي كان كله فيه زائد وبالتالي بتكتب انه كله غير حقيقي لا الموضوع مو هيك كل ما كنت انا اكثر موضوعي واعطيت الامور حقها كل ما كنت انا صادق اكثر والاخر تقبلني اكثر المرحله الاسلاميه طبعا فينا نوصل هلا عليها بس بدي انا اعرج بس شيء ضروري بتاريخ العلم قبل المرحله الاسلاميه هي المرحله الرومانيه بشقيها يعني مهم كثير الكلام هذا لانه في شيء بناخذه بالتاريخ بدون خلفيه مهم جدا الخلفيه يعني المرحلة الرومانية هي مرحلة كانت على حساب الدولة اليونانية كما أسلفنا قوة الدولة الرومانية كانت قوة عسكرية أكثر مما هي قوة علمية وقوة ثقافية
لدرجة أنه الرومان عندما احتلوا سوريا بال64 قبل الميلاد ثم أنجزوا احتلال للمنطقة كلها بال31 احتلوا مصر بطلمي، تركوا اللغة اليونانية هي لغة العلم ولغة الناس ولغة حتى اللغة الرسمية، وبقيت اللغة الرومانية هي لغة العسكر فقط الجيش. لا يوجد أي ذكر لأي عالم روماني بكل تلك الفترة. العلماء اللي نهضوا واللي كان لهم اسم كبير بالدولة الرومانية هم يونانيين أيضا كمان، وأبرز مثلا جالينوس في الطب، جالينوس أو بطليموس، بطليموس كمان، حتى بطليموس، وكلهم خريجين المدرسة الإسكندرية تحديدا، كانت الإسكندرية عاصمة المنارة كانت تماما، فأسماء كثيرة كلها طلعت من الإسكندرية وباللغة اليونانية وهم يونانيين، يونانيون حتى أسماء كلها يونانية. بفترة معينة من الدولة الرومانية في ثلاث أحداث مهمة حدثت. هي هون فكرة تاريخ العلم، أنك تدرس التاريخ وتدرس العلم، وبالتالي الخلفية التاريخية مهمة جدا بتاريخ العلم. الفترة الرومانية في ثلاث أحداث مهمة. الحدث الأول هو دخول الديانة المسيحية الإمبراطورية الرومانية من 313 ل 390 كان اكتمل، صارت الدولة المسيحية الدين فيها دين رسميا هو المسيحية. الحدث الثاني المهم هو انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية، واحدة عاصمتها روما بالغرب واحدة عاصمتها القسطنطينية في الشرق، اسطنبول حاليا، واللي حاليا اسطنبول. الحدث الثالث وهو المهم عام 471 عندما قبائل الهون وقبائل الجرمانية اجتاحوا، هي قبائل بربرية متخلفة، اجتاحوا روما ودمروا القسم الشرقي من روما من الإمبراطورية الرومانية. عمليا ظل أنا عندي الإمبراطورية الرومانية هي الشرقية فقط. قصدك اجتاحوا القسم الغربي؟ الغرب اجتاحوا تماما ودمروه، دمروه، لم يبقى إلا البابوية فقط في مركز روما فقط. بهذه الفترة جستينيان وما قبله كان في قرار بإغلاق كل المراكز العلمية في أوروبا، والسبب هو ظهور سلطة الكنيسة. ظهور سلطة الكنيسة واعتبار ما أتى فيه بطليموس هو من المقدسات. شو اللي أبرز ما أجى فيه بطليموس؟ أنه الأرض هي مركز الكون والشمس وباقي الكواكب كلها تدور حول الأرض، وبالتالي هذا وما يوجد حولها هي نجوم ثابتة، وما خلف هذه النجوم هي الجنة والنار، انتهى الموضوع. هي نظرية بطليموس اللي ظلت لمنتصف القرن الخمستعشر هذه النظرية، وتبنيت الكنيسة، وأصبح أي مساس في هذا الكلام هو مساس بالمقدس. هون كانت الخطورة، أدى هذا الشيء إلى أن يقوم الأباطرة بإغلاق كل مراكز العلم في الإمبراطورية الرومانية، وآخر مركز علمي أغلق على يد جستينيان الإمبراطور عام 529 واللي كان هو أكاديمية أفلاطون أغلقت. إذا دخلنا مرحلة العصور المظلمة، بلشت العصور المظلمة في أوروبا حقيقة. كانت وقتها تشرق الشمس في الشرق طبعا. للأمانة كان هناك من يقول انه هناك الشمسية المركزات بنتعرض لها، انه وقت نوصل لكوبرنيكوس انه كان في عندي اثنين مهمين بيحكوا انه انكساغوراس واسخراطيس، هذول الاثنين كانوا يتحدثوا انه الشمس هي مركز الكون والارض تدور حولها، وانكساغوراس عوقب ولوحق. اي عصر هذا؟ هذا بعصر اليوناني الهليني كانوا هم ما قبل، خلينا نمشي تسلسلا لعصر الدولة الاسلامية. تماما، هون دخلنا على الدولة الاسلامية. طبعا الدولة الإسلامية دخلت على الخط بال 644، اجت القوات الإسلامية اخذت دمشق، اخذت سوريا بلاد فارس. هون اول علماء العرب المميزين عرب هون كان جابر بن حيان. جابر بن حيان ابو الكيمياء. ابو الكيمياء جابر بن حيان حقيقة عندما تدرس جابر بن حيان تشعر كم هو مظلوم هذا العالم. عنا نحن مظلوم بتاريخنا بكتبنا بدراساتنا بمدارسنا جابر بن حيان، وعندما تقرأ جابر بن حيان تشعر كم كان الغرب أمينا لجابر بن حيان أكثر مما كنا نحن أمينين له. حتى أسماء كثيرة تحدثت عن جابر بن حيان، من فرانسيس بيكون
قول لا كان لم تكن الكيمياء لولا جابر ابن حيان فرانسيس بيكون. أسماء كثيرة جدا ذكرته بالاسم لدرجة أنه سمي علم الكيمياء علم جابر. علم جابر. جابر جابر بن حيان أول بعصر مين كان هذا جابر. بعصر الأمين بعصر هارون الرشيد الأمين. وهل لا يستحق مات في السجن. لا مات لا. مات لا. جابر بن حيان تخلي والله جابر بن حيان ومعرف شو جابر بن حيان مات في السجن على عهد سياسيا شو كان كان محسوب على شيء بالسياسة يعني كان محسوب على المأمون. أيوة. والمأمون أخ الأمين وصار الصراع. أيوة. وقتل في يقال حتى قتل في السجن قتل. وقتل معه كنوز من العلم علم ما أعرفه كان كبير جابر ابن كان بالسبعينات يمكن العمر بس يعني بس كنوز في رأسه سبعينات شاب ما كنوز في رأسه إيه طبعا هذا خبرة هذا جابر بن حيان صنع ورق الذي لا يحرق حتى الآن غير ما وصلوا له جابر بن حيان صنع الحبر الذي يكتب في الليل ويقرأ في الظلام جابر بن حيان جابر بن حيان أول من فصل الخيمياء اللي كانت في فكرة الخيمياء استحصال المعادن الثمينة من معادن خسيسة هو أول من كان حاسما فيها أنه هذه كذبة كبيرة ما في مجال يعني جابر بن حيان تحدث أشياء مذهلة قال في يوم من الأيام إذا أتينا إلى أصغر جزء من المادة لا يمكن تقسيمه فيه من الطاقة الكثيفة لو تمكننا في يوم من تقسيم هذا الجزء لخرجت الطاقة دمرت بغداد طاقة نووية أنت بتحكي صرت أنت بالنووي عم يحكي تخيل أنت هذا العقل من هذيك الأيام يعني لهل شيء آخر جابر بن حيان كان في شيء اسمه معروف بالتركيب الذرات هي النظرية الأرسطوية أرسطو أنه الكون كله ذراته يتكون من الماء والتراب والنار والهواء طبعا هو أضاف إلي الزئبق والكبريت قال أي عنصر يمكن الحصول على عنصر جديد إذا غيرنا في ترتيب ونسب هذه المكونات أنت دخلت هلأ بعلم النانو صح. الآن علم النانو استحصال على عناصر تغير تركيب الكيمياء للذرات الداخلية تحصل على عناصر جديدة اختصاص النانو حاليا تخيل أنت أمام عقل غير عادي كان ويموت في السجن يا حرام حرام علينا طبعا نحن طبعا النقل النوعي اللي صارت ما بعد جابر بن حيان حقيقة هي كثير لازم نضوي عليها وهي أساسية هي بيت الحكمة بيت الحكمة اللي تحول عداء على بعهد المأمون إلى مركز علمي حقيقي بيت الحكمة تحول إلى مكان للمناظرات العلمية الثقافية الترجمة الوراقين المترجمين بيت الحكمة طبعا أصل بيت الحكمة كان على دور أبو جعفر المنصور كان عبارة عن خزائن أبو جعفر المنصور اللي هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية حقيقي. هو رجل حقيقي رجل دولة حقيقي كان يهتم أيضا بالعلم أول الموسوعات اللي احتواها خزائن الحكمة اللي بناها أبو جعفر المنصور كانت كتاب السند هند ترجمه اللي كان هو يمثل علم الفلك الهندي لهذا كتاب من 425 قبل الميلاد بيجيبوا له الكتاب وبيأمر بترجمته وبيعطيه ينشره للعالم هذا كان تأسيس خزائن الحكمة هارون الرشيد طور خزائن الحكمة وعباها كتب وصلت لمرحلة ما بقيت تستوعب كتب فبنى بناء خارج القصر الخليفي وسماه خزائن الحكمة لكن التحول النوعي كان مع المأمون حقيقة المأمون رجل البصمة الذهبية حقيقة المأمون حول بيت خزائن الحكمة إلى بيت الحكمة وحوله إلى مركز علمي مركز له أقسام إدارة مركز للتعليم للغة مركز للترجمات للمناظرات حتى بنى باسم بيت الحكمة مرصدين فلكيين واحد في العراق وواحد في قاسيون هنا في جبل قاسيون في دمشق حلو. المأمون ومن أبرز من استلم بيت الحكمة كان الخوارزمي العالم الكبير جدا اللي يعود له فضل اكتشاف الخوارزميات هلا معروفه والخوارزمي الخوارزمي طبعا الحديث على الخوارزمي خاص جدا الخوارزمي اولا هو مؤسس علم اسمه علم الجبر والمقابله
هو باسمه، مثل ما جابر بن حيان علم الكيمياء كان باسمه، حتى الان معظم مصطلحات اللي حطها جابر بن حيان بالكيمياء حتى الان موجوده. هي ما ذكرناها. خوارزمي نفس الجبر الان بالانجليزي الجبرة اسمه باللغه اسم الجبر. بس كيف نهايته الخوارزميات اللي صار ما فيه مثل حيان بالسجن؟ لا لا هذا لكن اهمله، لكن كان الخوارزمي في عصر كان ذهبي. عصر المأمون. لكن عصر ذهبي، نحن عندنا العصر الذهبي المأمون والمعتصم والواثق، ثلاث اخوه. المشكله صارت ما بعد بعصر المتوكل بدات الانحدار. لكن الاسماء اللي لازم نحن نحكيها كمان، الخوارزمي طبعا لازم نذكر انه الخوارزمي اليونان عندما ترجموا في شغله مهمه على بيت الحكمه لازم نذكرها، كان الفضل الكبير لبيت الحكمه وباعتراف الغرب الان انه حفظ التراث اليوناني نفسه، لان الرومان ما اهتموا بهذا التراث. راحوا الخلفاء صار يبعثوا بعثات الى قبرص والى القسطنطينيه لشراء هذه الكتب بمهما كان الثمن، وبدا المأمون يعطي لكل كتاب يترجم وخاصه ل حنين ابن إسحاق وزنه ذهبا. حلو. تحديدا أكثر المترجمين شهرة كان حنين ابن إسحاق، ومن ثم ابنه إسحاق ابن حنين. من أشهر المترجمين كانوا طبعا حنين ابن إسحاق، ترجمي عن السريانية إلى العربية، هو سرياني. أنا بدي خايف كثير الوقت يسرقني، ما أحسن نحكي عن بعض النقاط، لذلك بدي استعجلك شوي. بدي أحكي أول شيء بس تعداد أشهر علماء اللي كانوا بالدولة العربية ونهاياتهم، وليش كانت نهاياتهم ما كتير كويسة في منهم، هاي واحدة. شغلة تانية بدي روح لأفلاطون، كهف أفلاطون بدنا نحكي عنه شوي، بعدين بدنا نحكي عن كوبرنيكوس جوردانو برونو. ضروري نحكي عن جوردانو برونو. ايه ولا مشان ما بدك على السريع بدك توجز لي أبرز وأهم العلماء والمعروفين المسلمين والذين اليوم لهم أسماء على القمر. وكالة ناسا الأمريكية كل مساء البتاني أو الرحال البتاني، فوهة على القمر اسمها فوهة البتاني. هي نحن دائما جماعة نظرية المؤامرة أنه الغرب طيب ما هذا الغرب هو حط اسم البتاني على القمر، حط اسم ابن الهيثم اسمه الهزل على القمر، واكتشف كويكب صغير سماه باسم الهزن ابن الحسن، الحسن ابن الهيثم، كويكب باسم الحسن ابن الهيثم. علم البصريات ابن الهيثم، البصريات، وهو اساس اختراع الكاميرا حتى. كاميرا ايه هي البصريات. البتانه للدواعش للاسف كسروا له قطعوا راسه مثل العلامه، كان له تماما، كان له تمثال في بالرقه السوريه، قطعوا راسه وحطموه. بتانه اسمه زيجس، طبعا هو بتانه صابئه من الصابئة، زيج الصابئة أو زيج البتاني، زيج بمعنى الجدول الفلكي. الطوسي، مزدوجة الطوسي اللي هي أشهر ما يمكن في علم الفلك، واللي يعتقد أنه استعان فيها كوبرنيكوس حتى حل مشكلة وطلب نظرية أنه الشمس هي مركز الكون وليست الأرض، كانت مزدوجة الطوسي. الطوسي الذي كان ببلاد فارس، طبعا تهم اتهامات كثيرة الطوسي كونه بمرحلة هلاكه. من العلماء المبرزين لازم نذكرين الطب أبو بكر الرازي ابن سينا، يقول لك الطب لم يكن موجودا، أوجده أبوقراط وأحياه، وكان ميتا فأحياه جالينوس، وكان مبعثرا فجمعه أبو بكر الرازي، وكان ناقصا فأتمه ابن سينا. حلو. تخيل هذه هذا مو كلامنا، كلام الغرب. أبو بكر الرازي وابن سينا، بقي كتاب الحاوي في الطب لأبو بكر الرازي يدرس 700 عام في جامعات أوروبا، 700 عام. أو القانون في الطب، الحاوي في الطب 400 عام. يعني عندك كتابين أساسيات، القانون في الطب لابن سينا والحاوي في التداوي للرازي، واثنين مئات السنين، وكانوا هن المرجع الأساسي في الطب، المرجع الأساسي طبعا. طيب مين أول مين قال بمركزية لا مركزية الأرض بمركز الكون؟ هل هو من العرب المسلمين ولا هلا شو العرب أو المسلمين، العلماء المسلمين وخاصة ابن الهيثم
ابن الهيثم حط 16 انتقاد لنظرية بطليموس. الطوسي كل العلماء الفلك المسلمين انتقدوا نظرية الطوسي. ليش؟ يعتبروا هناك أسئلة لا يوجد لها جواب مقنع في نظرية بطليموس، أنه الأرض هي المركز. لكنهم لم يتمكنوا كما يقال الفقرة الأخيرة، أنه يتجرؤوا ويقول يا أخي الأرض ليست مركز، يخافوا لشيء ما بتعرف يعني، ربما اعتبارات دينية. ويمكن بقيت هذه مين اللي إجا واللي قالها حديثا وموثقة هو كوبرنيكوس. لكن للأمان التاريخي هناك من قالها قبل، حتى قبل العلماء المسلمين، ذكرنا أنكساغوراس وأسخراطيس، هذول اثنين يونان. وأنكساغوراس حكم وهرب من حكم وحكم عليه بالإعدام لأنه يعتبر كفر بهذا الكلام. حتى اليونانيين كانوا يعتبر هذا الكلام هو حقيقة، لأنه هذا كلام أرسطو كمان. البيروني كان مهم كثير نذكر البيروني. البيروني من العلماء الفلك الذين أيضا لهم اسم على القمر، فوهات ومواقع جغرافية على القمر. البيروني يرتبط باسم البيروني حادثة شهيرة جدا، وهي قياس محيط الأرض. البيروني قاس محيط الأرض فقط عندما صعد إلى أعلى جبل في الهند اللي هي أناندا، حاليا تابعة لباكستان. تخيل العبقرية بعلم المثلثات، بالجي والتجي والظل والتظل، صعد إلى أعلى جبل طبعا بتعب لمدة أشهر، وتمكن من قياس علاقة زاوية الأفق لأعلى الجبل مع الأفق، زاوية أعلى الجبل مع الأفق، وقعدت الجبل مع الأفق، وتمكن أن يقيس محيط الكرة الأرضية. والفارق بينه وبين القياس الحقيقي الحالي 32.8 كيلومتر فقط. تخيل أنت أمام هذا الكلام، كلام مذهل. البيروني مهم جدا نحكي البيروني، أنه كان بعهد الدولة الغزنوية. الدولة الغزنوية محمود غزنوي عمل بيت الحكمة، قلد بغداد، عمل بيت الحكمة في 4 مراكز، ببخارى، بأربع طشقن، بنيسابور، أربع أماكن. نحن وقت انتهى، بس بدنا نحكي بشكل مختصر سريع جدا الأفكار الأخيرة هي حول برونو وغاليليو غاليليوس. هلا ضروري نعرف انه كوبرنيكوس هو طبعا ارتبط فيه الموضوع انه الشمس هي مركز الكون. طبعا هي مو مركز الكون، حتى الشمس ليست مركز الكون لاحقا، هي مركز المجموعة الشمسية حتى. طبعا هي مجموعة. جوردانو برونو مهم جدا نحكي. جوردانو برونو ايطالي، هو من الذين امنوا بما قاله كوبرنيكوس، لا بل أكثر من هذا. جوردانو برونو تحدث عن الأكوان المتوازية، وقال بما أن هذه المجرة فيها آلاف مؤلفة من النجوم التي تشبه هذه الشمس، إذن يفترض أن يكون هناك كواكب تدور حولها تشبه هذه الأرض، إذن يمكن أن يكون هناك أيضا ناس مثل يعني مخلوقات أخرى. في أكوان أخرى. جوردانو برونو طلب منه أن يتراجع عن هذا الكلام، واعتبر هذا يسيء للكنيسة ويسيء للمقدس، واعتبره هرطقة. أصر على الكلام. جوردانو برونو يعذب لمدة 8 سنوات في السجن، وعندما يصدر الحكم فيه بالإعدام يصدر بالحرق حيا وعلى الخازوق. عندما يؤخذ من السجن إلى الساحة اللي اسمها كان ساحة الزهور، والآن هناك طبعا تمثال لجوردانو برونو بنفس الساحة تكريما له واعتذارا منه. جوردانو برونو يؤخذ عاريا، كلابات حديد بفكه وبلسانه أمام الناس. والناس هو المشكلة، الناس كان هياج العامي أنه هذا الكافر، هذا الزنديق، هذا الهرطيق، هذا تجيش ضده، تجيش وحرق حيا. لذلك كان يعتبر أحد شهداء العلم جوردانو برونو. طبعا ممكن الحديث ايضا عن غاليلي الذي كان ارعبه هذا المشهد، لذلك عندما خير بين ان يستمر او يتراجع تراجع، بس وقت اللي تراجع طلع من القلب بالرغم من كل شيء فانك تدورين.
طيب نحن الزمن دار وما عاد معنا نهائيا وقت. بيتشكر كتير على اللقاء، لكن سريع كان كتير، ما حسنا نحكي كتير. ما شاء الله عليك عندك من العلم الكثير والوافر، ولازم نستفيد منه أكتر. بس ظرف ما بعرف إذا في معي شيء وقت بدي بشكل سريع جدا سريع. بدنا أنا إضافي على أنا طرح شيء اسمه المشروع الوطني، اللي هو يتبنى تاريخ العلم، وتاريخ العلم أنا اللي اشتغلت عليه أصلا هو من إيحاء من المشروع الوطني، ومهم جدا المشروع الوطني الذي لابد منه للنهوض بالعلم وبكل مناحي حياتنا في سوريا. طبعا وأنت من صاحب فكرة أنه أو يعني من مخولاتك اللي أنت بتتآمن فيها أنه إعادة، يجب إعادة بناء سوريا، سوريا بحاجة إعادة بناء قبل إعادة الإعمار. وتقصد بها إعادة بناء الإنسان طبعاً. ونحن طبعا مثل ما شفنا من استطلاع وسابقا استطلاع أبي العلاء المعري، فعلا نحن بحاجة لإعادة بناء ثقافي. لازم هذا يعني حتى نرجع نعرف موقعنا الحقيقي وكيف لازم ننطلق عبر الإنسانية. شكرا كثير لك نهاية اللقاء. شكراً. وألف شكر لكم أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتوا بهذه الحلقة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.